Buzz. Ahora ya hice ponen ya se bien nace ده التزيين لوز ليمون شطة قرفة حبة ماجي 2 ملعقة معجون طماطم ملح وفلفل أسود وكزبرة ريم الزيت طماطم وبصل وثوم وفلفل نحط الزيت القرفة نحط الفلفل الأسود والكزبرة والمثمر نحط الليمون نحط الجنزبيل نحط الهيل نحط الكولنجان نحط القرفة الكركم ونقلب نستمر في التقليب إلى أن يتحمص البهار نضع البصل نستمر في التقليب نضع الموية الحار مع الموية المغلي
نتركها لمدة ساعة على نار هادية بدون ملح، بدون الملح. نحط الرز على المرقة، صفينا المرقة، بعدين نحط الرز على المرقة، ولازم يكون ارتفاع الرز عن ارتفاع المية على الرز أقل شيء 1 سنتي. رز بسمتي هذا. شوف الرز كيف تشرب المية، الرز لما يتشرب المية كده احنا نوطي البوتاجاز على اقل شيء من الحرارة. خليه كده نص ساعة على نار هادية. هذا نقلبه اللوز حتى يحمر قليلا وياخذ اللون. نرفع عن النار سلطة المقدوس.
احتاج الى طماطم 2 حبة ليمون، فصين ثوم، 1 فلفل حار على حسب، ممكن تكون زيادة، وشوية من البقدونس. قليل من الملح والليمون، وكده هي سلطة الدقوس، وبالعافية. أخيرا الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. خلصنا الكبسة، وهذه الدقوس تاب على الكبسة، وفي ناس بحبوا سلطة خضار، هذا شيء راجع لهم، وبالعافية.